السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه حلويات اسماء. اليوم غادي نقدم لكم طريقه ديال التحضير ديال العسل في البيت. طريقه سهله جدا وسريعه، ان تعجبكم الوصفه وخرجوا مزيان. لهذه الوصفه غادي نحتاجوا جوج معالق ديال الشاي الاخضر اللي غادي نعبدوه في قطعه ديال الثوب تكون نظيفه. انا قطعت هذا الثوب اللي ديال الزيت اللي ما كنحتاجوش. تقدروا تستعملوا الثوب ديال حياتي المعروف الابيض. ايضا غادي نحتاجوا الحامضه تكون مقطعه شرائح هذا الشكل، كيلوغرام ديال السكر الخشن، تقدروا تستعملوا نصف ديال القالب ديال السكر، وعندي لتر الا ربع ديال الماء. نبداو على بركه الله. كنجيبوا الكوكوت او الطنجره ديال الضغط وكنديروا فيها السكر ديالنا، كنزيدوا عليها الماء وكنوضعوا داك الرزمه ديال الشاي وايضا الحامضه مقطعه شرائح. اذا بغيتوا تقدروا تديروا اعواد القرفه، ممكن تستعملوا الحزمه فيها الاعشاب الملتمه، يعني هادشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وانا فضلت انني نخلي العسل ديالي عاديه والمذاق ديالها هكا خفيف باش ما ياثرش على المذاق ديال الحلوه اللي نعسلها فيها. كنحرك بهذه الطريقه بملعقه خشبيه وكنسد على الكوكوت ديالي او الطنجره ديال الضغط وكندير لها الصفاره وكنديرها نبضها فوق بوطه، فوق البوطه كتكون النار عاليه. ما ان تبدا الكوكوت تصفر نحسبوا لها 45 دقيقه. من بعد 45 دقيقه كنحلوا الكوكوت وغادي نلقاو العسل ديالنا موجوده. فاذا غادي نردوا الكوكوت فوق النار ونتلاقاو تشوفوا كيتم. بعد ما دازت 45 دقيقه حليت الكوكوت ديالي، هو العسل ديالي كيفاش كتجي. كتجي بحال هكا، اللون ديالها احمر ومعسل. اذا بغيتوا الكثافه ديالها تكون ثقيله شويه، من الاحسن تخليوها ربع ساعه ونص ساعه لمده اطول فوق البوطه مع التحريك المستمر. بالطبع عندكم غير تحرق لكم وتولي لكم كراميل وتولي غير قابله للاستعمال. فبالنسبه ليا هذه الكثافه مناسبه لانها من بعد ما كتبرد كتزيد ثقال كما كتلاحظوا هنايا. كتجي بحال هذا الشكل وكيجي اللون ديالها غزال بزاف و صلاح الاسلوب ديال الحلويات ديالنا الشباكيه مخلقه اي حلويات متسلب لينا. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه. اذا عجبتكم كالعاده ديروا جنب فيديو اشتركوا في القناه باش توصلوا كل جديد. ايضا بعثوا لي التجارب ديالكم في الصفحه ديالي في فيسبوك، تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف. شكرا بزاف على المتابعه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.